فمحطتنا الأخيرة وين رح تكون؟ بس كل ختام رح يكون مع الفن والإبداع، مساحة بنشوف فيها طريقة جديدة بين طبعا خلطت وجمعت بين فن الخط العربي والموضة الحديثة اللي عم تستهوي كثير من الشباب والصبايا. اليوم معنا الفنان التشكيلي عمار هاشم. يسعد صباحك عمار. يا رب الله يخليك. كيفك اليوم؟ والله تمام، شلونكم انتم؟ اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك خليلي. بداية نحن بنعرف انه دراستك يمكن شوي هي بعيدة عن الفن اللي جايين نحكي فيه، خلينا نحكي شوي عن بداياتك وايمت بلشت؟ هلا بلشت من شي سنة ونص سنتين، انه انا بحب الموضوع الخط العربي من فترة طويلة، بس اهتميت بعد القصة من شي سنة ونص سنتين. اول شي بلشت على الكنزات واتدرب على اليوتيوب، وعندي عم فنان تشكيلي هو دربني كتير بشكل كبير بهذا الموضوع. ايه وبعدين بلشت شوي شوي تجرب اكيد. ايه بلشت اكتب على لوحات جداريات. يعني هلا نحن اذا عندنا كنزات نجي لعندك تكتب لنا عليها، ما هيك؟ انا ونرمي. طيب خليه يبلش هيك على الهواء. اكيد بدنا نقول له يبلش لعمار يرسم مشان نلحق على الوقت. بدنا نسالك عمار، في عندك مشاركه بمعرض الشهر الجاي اللي عم نشوف شغلك نحن، بس ما تبلش نرسم حتى نلحق. تحكي لنا عن مشاركتك اللي حتكون بالمعرض القادم. حشارك بمركز ميدان ثقافي معرض مشترك رسم وخط. حلو، يعني شيء غريب نرمين بين الخطة والفن التشكيلي، كتير مميز. هلا شو بدنا نرسم عمار؟ هلا بدي اكتب سوريا. سوريا الخط السنبولي. حلو، شو مميزاته لهذا الخط؟ بياخد الشكل اللي بدك اياه. هيك خلينا نحكي شوي، يمكن مثل ما عم نشوف يعني انت عم تدمج الرسم بالاشكال الهندسيه بالخط اليوم. مثل ما بنعرف انه اكيد في وقت، كل لوحه بتاخذ وقت. اول شيء خلينا نعرف منين هيك الديزاينات، منين بتستمدون، وقديش بتاخذ معك كل لوحه تقريبا؟ يعني اكثر لوحه اكله معي شيء 6-7 ساعات هيك تقريبا. سريع يعني. هلا بدها تاخذ معك 6-7 ساعات؟ لا هلا السريع. لا السريع. يلا على السريع. لكن خلينا نحكي الافكار اللي انت عم تستمدها، وخاصه هلا يمكن كثير دارجه موضه مثل ما قلنا الرسم على الكنزات، على المقات، على شيء بنحبه يضل عنا ذكرى وهدايا ومناسبات. هلا فهيك الافكار كيف عم تقدر انك فعلا تشاركها مع العالم ببصمه مميزه لعمار؟ هلا بتابع انا صفحتي على الانستغرام، بتابع فنانين كثير عالميين، بستمد منهم مثل ما بيقولوا الوحي. حلو، وبضيف البصمه تبعي وبشتغل على هذا الاساس. اي من عمي شوي بتدرب، باخذ منه نصائح. بتاخذ رايه؟ اي كثير. اي انه هو يعني مثل ما بيقولوا المثل الاعلى تبعي. حلو، حلو الواحد يكون عنده قدوه. اي وعم حاول انه اطلع عن الجو التقليدي تبع الخط، محاول انه يكون في لي بصمه خاصه لي. زينب، يعني بنعرف موضوع الخط قديش هيك موضوع مهم، وخصوصا الخط العربي قديش بيحافظ على تراثنا وبيعكس ثقافتنا، وعم نشوف يعني مع تطور الوقت قديش عم يوصفوا موضوع الخط بالفن التشكيلي. خلينا نحكي شوي هيك عن المواد اللي بتستخدمها انت، وشو بتفرق مثلا لما انا ارسم على كنزه لما ارسم على مواد معينه او لوحه معينه؟ هلا لما بدك تستخدمي على الكنزات بدك تجيبي مواد خصوصي انه الطباعه على قماش، بينما انه للوحه كمان غير الوان. يعني انا بستخدم اكريليك زياتي على اللوحات، بينما القماش بدك تجيبي الوان خاصه انه ما تروح على الغسيل وعلى الكوي وعلى هي القصص. اي وموضوع الجداريات كمان في الوان خاصه له. تمام. انا كمان بشتغل على اللوحات على الحيطان. جربت شيء هيك انت ومارق بشارع من شوارع الشام، انه اجت ببالك فكره انه مثلا والله انا حابب اني ارسم هون هي الرسمه او هي الزينه او اكتب فيها، وخاصه في خط عربي؟ يعني نحن هلا بوقت عم نحكي الدنيا كلها حاربت حضارتنا وثقافتنا ولغتنا، والشباب شفت بيتباهوا باكثر من لغه، لكن اللغه العربيه هي اللغه تبعتنا، ونحن يعني ارض سوريا نحن مميزين باللغه العربيه لغه الضاد. فانتوا اليوم عم تحاول انك تدمج بين الفن واللغه، قد حلو هذا الشيء ومسؤوليه. وانا صراحه كفي لنا الرسم بدنا نشوفه قبل ما تخلص الحلقه. انت عم تحكي هو الفكره انه انا محاول ضيف الخط العربي على الكنزات، انه يعني بتعرفوا انتم انه كل الكنزات مطبوع عليها خط اجنبي، بقى محاول ضيف الخط العربي بشكل يتقبلوه كل الاذواق. هلا هي عشان حبب العالم بهاي الشغله. حلو،
تمام. حكينا يمكن زينب انه قديش هذا الفن اليوم مهم لحتى يمكن نحافظ على التراث. هلا بدنا نحكي شوي انه عندك معرض مثل ما قلنا بعد فتره، قديش حلو هيك انه انا شارك مع مواهب شابه مثلي، نبلش هيك خطواتنا مع بعض. مشارك بلوحتين انا هلا على الشهر الثالث. عن شو هنن رح يكونوا او شو الفكره الرئيسيه لهم؟ الفكره عن بداية شغلي أنا، إنه أنا يعني حديث العهد بالخط، يعني أنا لا أقارن بخطاطين تقال، بس إنه بحب هاي الشغلة وعم حاول أبتكر الرسمات الجديدة. تتعلمها. هلا هي اللوحة رح نحطها ذكرى عنا بالاستوديو صباحنا غير، بما إنه في أغلى كلمة بالكون سوريا. سوريا أكيد. نيرمين. ناطرين انا ونيرمين اسماء انا على فكره، لانه بالكنترول عم تقول لنا ماتيلدا انه انت وعدت باسمها فنحن غرنا. يعني ها تقريبا مثل ما شايفين رح تخلص الرسمه تقريبا. قد ايه بدها وقت لتنشف عمار؟ ما بدها 10 دقائق. 10 دقائق. في حدا يحطها باطار كمان ويزين اي شيء فيها؟ حكينا يعني عمار هيك قديش عامل بالبيت عجقه؟ انت بتترك الدراسه بتدرس وبتبلش هيك؟ انا بسرق الكنزات تبع اهلي وبقعد بشتغل عليهم بالبيت. نيالو الموفه هي ما في شيء عم تسرق. هي هيك بلشت القصه، انه كان في عندنا كنزه قديمه عم تشتغل عليها ومن هون بلشت بقصه الكنزات. صاروا يلبسوها. ايه صارت احلى كنزه عندهم. قديش هيك رفقاتك بيقولوا لك انه ارسم لنا، او قديش مثلا انت لما بيجي عندك حدا بتستقبل طلبات خاصه انه اعمل لي هي الرسم اعمل لي هذا الديزاين، ولا لا بتحب دائما يكون في فكرتك او اللي انت حابه بتوصله؟ هلا ما يعني كفكره لوحات يعني ما بحب صراحه اعيد اللوحه مرتين، انه خلص انه مثلا بكتب لك اسمك بطريقه حدا لو في شخص ثاني اسمه نفس الشيء ما يعني ما بحب اعيد الفكره. تفرد يعني كل حدا بطريقه. ايه. انه خلص كل شخص له شكل خاص فيه. خلصت الرسمة ولا لسه؟ لأنه رح تخلص حلقتنا وحابين نكون مسك الختام. هذا الحبر عادي ما هيك عمار؟ شو هيك حلمك بالحياة؟ شو حابب تحقق عبر هيك موهبتك بالخط العربي وفن التشكيلي؟ شو حلمك؟ شو هيك رمحت بحالك؟ حابب يوصل الخط العربي الأكبر قدر ممكن من العالم، إنه يعني هلأ شوي منبوز الخط العربي. خلينا ناخد اللوحة. نشوف اللوحة على الكاميرا؟ تفضلي. هي الكلمه هيك بالمقلوب. بالمقلوب. انا كمان بالعكس. بالطول هيك لازم تكون كمان على اليسار كمان. ايه خلص هيك تمام. مقلوب هيك واحدة ثانية احسن لانه انا بعرف هيك مثل ما انا صعبه على سيمبولي بطريقه افقيه، يمكن حتى قرايته يمكن كثير فيها فن تشكيلي وصعب قرايته. يعني انا شفت لوحة بس انا شفت التاء المربوطه فقلت انه لازم احملها هيك فطلعت انه بشكل سمبولي. سوريا كثير حلوه وعن جد رح تبقى عنا ذكرى. والله وعلى عيني. هي اول ذكرى لك، بكره بس يصير عندك معارض هيك بتقول انا بس تجي لهم بتتذكرها اول رسمه. الله ان شاء الله. كلمه اخيره لك شو بتحب تقول لنا بنهايه اليوم؟ والله انشرفت بوجودي معكم، عن جد انبسطت بشوفتكم وكوني بالقناه تبعكم. اهلا وسهلا فيك. والله على عيني. اكيد يعني انت من المواهب السوريه الشابه اللي كثير بنفتخر فيها. اهلا وسهلا فيك، نورتنا وقلك انبسطنا اليوم متعرفنا على خط جديد وطريقه رسم جديده. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. انا كمان بدي اتشكر اهلك انه شجعوك على هي الموهبه، وان شاء الله هيك مشفك باهم المعارض يا عمار. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. خليلي اياكي.